البداية إذن مع النائب السابق أمل أبو زيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية. أستاذ أمل، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير استاذ جاد، لك وللمشاهدين الكرام. يعني معلومات كثيرة عم يتم تداولها بوسائل الإعلام عن الموقف الروسي من الأزمة اللبنانية ككل ومن موضوع تشكيل الحكومة بشكل خاص. بالأيام الأخيرة في جو معين انخلق أنه هذه المبادرة باتت تميل أكثر إلى كل المواقف المتناقضة مع موقف رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، يعني صار بنظر روسيا أنه الرئيس والتيار الوطني الحر هن على غير حق بموضوع تشكيل الحكومة. يعني سؤالك بمحله. حقيقة أنا شخصيا بدي أقول الشيء التالي: نفس الجهات يلي كانت حاولت بسنة 2009 أن تعرقل زيارة العماد ميشيل عون إلى روسيا للمرة الأولى، يلي تعتبر كانت زيارة مهمة جدا، فتحت علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين القيادة الروسية يلي كانت ممثلة يومتها بوزارة الخارجية، بوزير الخارجية سيرجي لافروف، وحتى بالدوما بمجلس النيابة والمسؤولين الآخرين. هذه العلاقة يلي استمرت حتى تاريخ هذا اليوم، نفس المجموعة، نفس الناس اللي هن معروفين اتجاههم السياسي وين عم بيحاولوا كمان ينشروا أضاليل وأكاذيب بالصحف ببعض الحلقات عن الوضع الروسي فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، أو حتى من علاقتهم برئيس الجمهورية العماد عون والتيار الوطني الحر. أنا بسمح لحالي أقول هذا الشيء اليوم على شاشة الأو تي في، وأكد أنه السياسة الروسية فيما يتعلق بلبنان هي على مسافة متساوية مع جميع الأحزاب الموجودين، وتنطلق من شيء أساسي جدا. هي تعتبر أن هناك مؤسسات دستورية متمثلة برئاسة الجمهورية اللي موجودة على رأس اليوم فخامة العماد ميشيل عون، والمجلس النيابي ورئاسة الحكومة، وتتعاطى من هذا المنطلق، وبتعتبر هي أنه هناك رئيس حكومي مكلف اسمه الرئيس سعد الدين الحريري، وكان ممكن يكون شخص آخر مكلف، وروسيا بدأت تتعاطى معه بنفس الأسلوب، لأنه المطلوب أن يكون لدى لبنان حكومة تجمع الجميع، تكون في عندها إمكانية تتخطى جميع المشاكل اللي لبنان عم بيواجهها اليوم، ضمن خطة واضحة المعالم فيما يتعلق بالإصلاحات، بمحاربة الفساد، باستعادة الأموال المنهوبة، حتى بموضوع التدقيق الجنائي المالي وغيرها من الأمور اللي جميع اللبنانيين وعلى رأسهم التيار الوطني الحر فيني اعتبر هذا الشيء عم بيطالبوا فيها. هذه نظرة روسية إلى الموضوع. البعض يفسر أن روسيا لميلته، وتحديدا لميلة دولة الرئيس الحريري أو حتى غيره من السياسيين اللبنانيين، بيعتبروا أنه هناك نوع من بعد أو قطيعة. إذا كان في هذا الشيء صحيح، كيف أنا عم بيستقبلوني بوزارة الخارجية بكل فترة؟ يعني بآخر مرة، أنا آخر فترة كنت هناك من حوالي كم يوم، وقبل من حوالي كم شهر. ولكن الأكيد أنه هناك البعض لا يريد لهذه العلاقة اللي احنا مبنية بيناتنا على الاحترام والمودة والصدق والشفافية بالتعاطي. نعم. نحن بننقل وجهة النظر فخامة رئيس الجمهورية بشكل واضح، استنادا إلى المعطيات والمعلومات الموجودة. يمكن هذا الشيء عم يزعج الآخر، عم بيحاول يعني يوضع العصي بالدوليب، ولكن أنا بذكر هذه المجموعة أو هذه الأشخاص أنه اللي حاولوا عملوه بال 2009 تيمنعوا زيارة العماد عون فشل. بعدنا لتاريخ اليوم، والمستقبل رح يبرهن انه هذا الشيء ما رح يقدروا يوصلوا فيه لاي نتيجه بالمطلق، لا بل على العكس، الايام الجايه رح تبين وتظهر هذا الشيء. نعم، بس استاذ امل، يعني الاجواء اللي عم بسالك عنها يلي يعني هي مش موجوده بالصحف وبالمواقع الالكترونيه، انه مزبوط عم بتروح حضرتك، بس انه الزيارات ما عم بتكون ناجحه، بدليل انه الكل يعني صاروا فاهمين انه الموقف الروسي هو ضد موضوع الثلث المعطل، هو مع حكومه من غير الحزبيين وحكومه تكنوقراط حرفيا، يعني بحسب البيان اللي صدر بعد اللقاء مع الرئيس الحريري بينه وبين وزير الخارجيه الروسي، وانه الاهم انه روسيا غير مقتنعه بحجه الدفاع عن حقوق المسيحيين بالشروط اللي عم يطرحها رئيس الجمهوريه بموضوع التاليف. اولا، ولا مره انا بخلال الاجتماعات حكيت بمواضيع العلاقه بالثلث المعطل وبحقوق المسيحيين. كنت اسال بعض الاسئله وجاوب، لانه الهدف من الزياره حقيقه هو مثل ما قال فخامه الرئيس عون باخر خطابين،
قال هو انه نحن كلبنانيين لازم نقعد مع بعضنا ونتفق ونشوف شو عم بيصير على مستوى المنطقه ككل. هناك تسويات جديده ترسم في المنطقه، واخرها عرفنا زياره الوزير الخارجيه لافروف، زار الامارات العربيه المتحده وزار السعوديه وزار قطر، عم بيبحث شو؟ عم بيبحث سوريا، عم بيبحث موضوع اليمن، عم بيبحث مواضيع العلاقه حتى بليبيا. هذا على شو بدل؟ بدل انه نحن وضعنا مرتبط ارتباط عضوي بالوضع السوري والوضع الاقليمي يلي قريب منا. اذا نحن ما كنا جاهزين حتى نكون قاعدين على الطاوله بشكل مباشر كحكومه وكدوله مسؤوله، ممكن التسويه تجي على ظهرنا. نحن ما بنعمل مثل ما بيعمل الغير، بفوت بالتفاصيل الصغيره اللبنانيه ولا مره هذا. ولكن اذا سالت انا بجاوب، بعطي وجهه النظر انطلاقا من شيئين اساسيين. وجهه نظر عماد عون التي تنطلق من الدستور، هو رئيس جميع اللبنانيين، الذي يحق لغيره يحق له انه هو رئيس حكومه مكلف بده يتفق مع رئيس الجمهوريه، وانه ما ممكن تصدر مرسوم تشكيل الحكومه بدون ما يكون في اتفاق يعني بين رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه عليها. هذا واحد. إذا رئيس الحكومة بده وزراء مسيحيين، حق رئيس الجمهورية يطلب وزراء غير مسيحيين، وهذا شيء طبيعي بحكم كونه رئيس جميع اللبنانيين، وما حدا بيقدر يملي عليه شروط ولا هو عم بيملي الشروط على أحد. يعني هذا هو البحث اللي أنا كنت عم ببحثه، وما بطلع خارج هذا الإطار. ما بنحكي بس موضوع مسيحي أو موضوع إسلامي، بنحكي موضوع وطني. هيدي سياسة العماد عون، هيدي مدرسة العماد عون، هيدي نحن بنلتزم فيها من خاطب الآخرين المسؤولين فيها. نعم. طيب استاذ امل، يعني عم تنقلنا حضرتك اللي بتبحثه باسم رئيس الجمهوريه مع المسؤولين الروس. طيب الرئيس صحيح. الحريري لما يلتقي لافروف او المفادين مفادين الرئيس الحريري الى روسيا، شو بيبحثوا؟ شو بيطلبوا؟ يمكن بيبحثوا وجهه نظرهم. انا بعرف انه الرئيس الحريري والمسؤولين اللي من قبله يعني طلبوا انه حتى يصير في تدخل او معرفه من قبل التدخل الروسي مع 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 طهران، تدخل روسي حتى مع المملكة العربية السعودية لتسهيل إمكانية تشكيل الحكومة، لأنه نحن بنعرف كلياتنا وما في شيء سر أستاذ جاد أنه هناك موانع خارجية وتحديدا من المملكة العربية السعودية بعدم تسهيل تأليف الحكومة، والشرط الواضح معروف هو أن لا يكون هناك بشكل مباشر أو غير مباشر ممثلين لحزب الله في هذه الحكومة المفترض أنه تتشكل بلبنان. يعني هذا شيء واضح. حتى لما نحكى انه في مبادره للواء عباس ابراهيم وافق عليها فخامه الرئيس، 5 بلس زائد وزير للطشناق على انه يكون وزير الداخليه من حصه رئيس الجمهوريه، نحن كان في عندنا معلومه انه هذا حتى هذا الشيء راح ينرفض من قبل رئيس الحكومه، لانه يعني اي امكانيه لحل حاله الموضوع بده يكون في اشكاليه من قبله، لانه ما راح يقدر هو يتجرأ ويروح للمكان الاخير حتى يقدر يشكل حكومه لانه مضطر. شو بده يعمل؟ نعم. بالاتفاق بس المعلومات اللي قريناها بالصحف انه الجانب الروسي يعني بما معناه انه ما قبض جد هيدي الافكار. بالعكس لا، بل انا بضحك اكثر من هيك. يعني حتى نقال من الجانب القريب للرئيس الحريري انه في حال انه التيار الوطني الحر لن يعطي الثقه لهذه الحكومه، ليش بده يكون رئيس الجمهوريه عنده اكثر من 3؟ وبالاساس وين بالدستور مكتوب في 3؟ يعني صار في تفسير من قبلي لهذا الموضوع، انه باتفاق الدوحه بالدوحه صار في هذا الاتفاق على اثره، صار في انتخاب الرئيس ميشيل سليمان، انه رئيس الجمهوريه كان في عنده على طول 3 وزراء، وكان عنده الداخليه والدفاع. يعني كان في عندك يعني مرتين الوزير زياد بارود والوزير مروان شربل عملوا وزراء داخليه. لما بتيجي القصه للعماد ميشيل عون بصيروا بدهم يناقشوه، وخصوصي اذا التيار لن يكون ممثلا والقوات ما راح تكون ممثله ولا حزب الكتائب، مين بضل فيه؟ المرضى في عنده وزير راح يكون حصه المسيحيين حكما بدها تروح لرئيس الجمهوريه، وهذا المنطق الطبيعي، نحن قاعدين ببلد مكون هيك. نعم. وفد حزب الله بالمبدا يعني التنين بعتقد رايح على موسكو برئاسه النائب محمد رعد. شو الهدف من اللقاء الروسي مع حزب الله؟ واستطرادا يعني الناس عم بتشوف انه كل الناس عم تروح على روسيا الا التيار الوطني الحر، ما عدا يعني حضرتك عم تروح باسم رئيس الجمهوريه. صحيح. يعني زياره حزب الله كانت مقرره من فتره، انه ما تنسى انه الحاج محمد رعد يعني رئيس كتله نيابيه رايح بصفته رئيس كتله نيابيه تجتمع بمجلس النيابي في عنده ومسؤولين اخرين في الدوما الروسي، وطبعا رح يكون في عنده لقاء مع
وزير خارجية لافروف بحضور السيد ميخائيل كمان بوغدانوف للاطلاع منهم أكثر على الأوضاع، مش بس فقط بلبنان أنا برأيي، حتى بالموضوع فيما يتعلق بسوريا والمحيط بالعربي الثاني، لأنه نحن بنعتبر يعني الموقف الروسي استجاد على طول ينطلق فيما بالموضوع اللبناني تحديدا انطلاقا من وجوده بسوريا وما يشكل لبنان من تهديد، وما يشكل عدم الاستقرار في لبنان من تهديد الى الداخل السوري. هني ما ننسى انه موجودين عسكريا هنيك بيعتبروا انه الاستقرار السياسي في لبنان والامني والاقتصادي والاجتماعي ينعكس ايجابا على الداخل السوري فيما يتعلق حتى باعاده النازحين السوريين. هني بيتعاطوا معنا بهذا الموضوع. برايي هذه مواضيع بدها تنبحث مع حزب الله، طبعا موضوع الحكومه بده ينبحث، ولكن المعروف والواضح صار انه بخلال اجتماعهم مع الوزير الايراني محمد جواد ظريف كان واضح قال انه نحن نؤيد الرئيس الحريري على رئاسة الحكومة لاسباب تتعلق بالصراع السني الشيعي، ما بدنا اياه يكون عم بيتطور، ولكن ومع تأليف حكومة، ولكن تأليف الحكومة لن يكون على حساب سلطة وموقع رئيس الجمهورية. هذا كان في شيء وضوح تام فيه، وانا برأيي هذا كمان حزب الله رح يكون بنفس الاتجاه وبنفس الموضوع، لانه واضح هذا الموقف حتى تاريخ هذه اللحظة. والمواضيع الاخرى بنبحث بعدين، بنصير في عنا اطلاع عليها لما بنروح نعمل زياره ثانيه الى روسيا قريبا ان شاء الله. اما بالنسبه لموضوع التيار الوطني الحر والاتصال فيه، انا ما فيك تفصل بيني بين انه اذا رحت عم بحكي باسم الرئيس، ما انا كمان عضو المجلس السياسي بالتيار، وانا باكد لك انه ليس هناك انقطاع بهذا الموضوع، والاتي قريب رح يشوفوا الناس اللي عم بغنوا مفتكرين انه هذا في انقطاع، انه لا، رح تكون الامور رايحه باتجاهات اخرى، والتيار لاعب اساسي على الساحه السياسيه، والروس بيعرفوا هذا الشيء وبدهم يتعاطوا معه مثل غيره بالعكس. نعم، سؤال اخير استاذ امل بس بعيد عن السياسه، موضوع اللقاحات الروسيه في لغط يعني حوله، وين صار بحسب معلوماتك يعني؟ بأكد لك اولا في هناك رساله خطيه وطلب موجود لنا نحن على بالبدايه للهبه، في هناك هبه، وانا برجع باكد على الرغم البعض من زملائك الصحفيين طلع على احدى الشاشات وقال انه لا هذا الشيء ما هو صحيح، هو قاعد بلبنان بس ما انه عارف شو عم بيصير، حتى اللي عم بخبروه من برا عم بخبروه شيء منقوص. طلع كتاب رسمي الى السلطات الروسيه عن طريق السفاره اللبنانيه بتقول نحن بدنا هبه للبنان، ولكن نحن كلياتنا بنعرف انه في لها اصول بدها تمشي فيها، ولكن هذا الشيء في تاكيد من قبل السلطات الروسيه انه اعطاء لبنان هبه. هلا الهبه هني بيحددوا قديش بديها تكون، ولكن بنفس الوقت نعرف انه صار في اتفاق بروتوكول وقع بين لبنان وبين روسيا للحصول على 4 مليون لقاح روسي. في تفاصيل لوجستيه وتفاصيل الماليه كيفيه الدفع، لانه نحن لازم نعرف انه في سانكشنز، في عقوبات حتى ماليه على مصارف وشركات روسيه من قبل المصارف الاوروبيه والامريكيه، في هذا الموضوع عم بيندرس. ولكن اللي بعرفه انا وهذا معلوم من امبارح اسمه، انه هذا الشيء رح يوصلوا لنتيجه نهائيه فيه، واول دفعه لازم تيجي ان شاء الله بعد الاتفاق على المواضيع اللوجستيه والماليه 270 الف لقاح مذكور بالبروتوكول يلي توقع. نعم، شكرا لك استاذ امل ابو زيد، مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الروسيه. شكرا لك. شكرا لك استاذ دكتور.